السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطيره مورقه بحشوه سهله وبسيطه، والمذاق كيجي اكثر من رائع. درنايا العجين المورق او لاباط فيتي، عندي جوج جبنه الموتزاريلا او اي جبن كيكون متوفر عندكم. عندي 400 غرام ديال البطاطا اللي سلقتها في الماء والملحه، بعد ما طابت معستها وزدت عليها معلقه صغيره ديال الزبده وخليتها حتى بردات، وزدت لها 60 غرام ديال جبنه الموتزاريلا وخلطت الكل. بالنسبه للحشوه استعملوا اي حشوه كتفضلوا، انا غادي ندير شرائح الديك الرومي المدخن، وغادي ندير تون، بسم الله. غادي نحاول نزول الجوانب باش ندير العجين على شكل مربع. بعد ما قديت العجينة الثانية بنفس الطريقة، الآن غادي نحاول نلصقهم مع بعضياتهم. كنضغط عليهم جيدا هكذا بالدلاك، وكناخذ البطاطا، بسم الله، كنديرها على هذا الشكل هذا. ما كنوصلوش حتى للقنت لاننا باقيين غادي نديرو في الجانب الاخر. بسم الله، غادي نطوي. وضعتها هنايا في اللاطه اللي غادي نطيبها فيها، غادي ندير جبنه الموتزاريلا، جهه غادي ندير فيها شويه ديال السلامي او لا شرائح ديك الرومي المدخن، الجهة الأخرى غادي ندير فيها شوية ديال التون، وغادي نعاود نرش الجبن. اخر حاجه خديت هنايا صفر بيضه، زدت عليه قطرات ديال الخل، وغادي ندهن به الجوانب ديال المراقه، بسم الله. غادي نزول هاد الورق ما يتحط ليناش في الفرن. سبق ليا وشغلت الفرن على 180 درجه من الاسفل والاعلى، غادي ندخلها طيب ونخرجوها باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. بسم الله، من بعد ما خرجت الفطيره من الفرن غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتكون. كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.